مرحبا، تحديث عن جائحة الكوفيد 19 الأسبوع 13 في 5 من آب أي أغسطس 2020. مرحبا، اسمي هدي الحيدر وأنا أساعد منظمة ريستورينج ديجنيتي بتوفير المعلومات إليكم. سنقوم في هذا الأسبوع بموافاتكم بآخر الأخبار المتعلقة بجائحة الكوفيد 19 والإجابة على المزيد من الأسئلة التي تلقيناها. إن كنتم بحاجة إلى الكمامات القماشية فيرجى إرسال الرسائل النصية إلينا أو ملء الاستمارة على شبكة الإنترنت، ونحن بدورنا سنرسل إليكم بالكمامات مجانا بواسطة البريد. الرابط إلى استمارة طلب الكمامات القماشية إلى www.rdomaha.com/request-cloth-masks، وسوف نضع هذه الروابط مباشرة على الفيديو. أدناه آخر الأخبار أو آخر الأرقام التي توضح حالات الإصابة بالكوفيد 19 في أوماها. أولا، عدد الحالات الإيجابية أي نتيجة الفحص الإيجابي في أوماها لغاية يوم الاثنين 3 من آب أي أغسطس 2020 هي 10593 حالة، وهو المجموع الكلي للحالات منذ بداية هذا العام. ثانيا، حالات الإصابة الجديدة لهذا الأسبوع هي 989 شخصا أصيبوا في هذا الأسبوع. ثالثا، عدد الوفيات هي 134 حالة وفاة. رابعا، عدد الأسرة المتوفرة في المستشفيات 302 سرير. خامسا، عدد الأشخاص الراقدين في المستشفيات الآن نتيجة الإصابة بكوفيد 19 هو 99 حالة أو 99 شخص في المستشفى. وأخيرا، عدد الأشخاص الذين كانوا قد أصيبوا بالمرض ولكن وضعهم الصحي قد تحسن هو 6961 شخص. آخر المستجدات في أوماها وعلى المستوى الوطني، إن عدد الإصابات بالكوفيد 19 هو في ازدياد في الأسابيع القليلة الماضية في أوماها، وحيث إن مزيدا من الناس بدأوا بالعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، فإن مستوى انتشار الفيروس هو في زيادة أيضا، وإن الرقم الأكثر إثارة للقلق هو الزيادة في معدل الحالات الإيجابية والذي كان كذلك في عدد من الأسابيع الماضية أيضا. إن الضوابط التي تتبعها منظمة الصحة العالمية WHO تشير إلى أن الحكومات يمكن لها أن تعيد الفتح فقط في حال كانت نسبة حالات الفحص الإيجابية هي أقل من 5% في الأيام 14 الماضية، ولكن نسبة النتائج الإيجابية في الوقت الحالي هي 11% في أمها، وهذا يعني بأن الفيروس ينتشر في المجتمع خارج حدود السيطرة. إدارة دائرة الصحة بمقاطعة دوغلاس كاونتي مستمرة في الإيعاز للناس باتباع الخطوات الثلاث التالية للحد من انتشار الفيروس. أولاً، تكرار غسل اليدين. ثانياً، تجنب الأماكن المزدحمة. ثالثاً، ارتداء الكمامة. إن ارتداء الكمامة يقلل كثيراً من احتمالية أن تقوم بنشر العدوى للأشخاص الآخرين، وأن لا يقوموا الأشخاص الآخرين نفسهم بنقل العدوى إليك. لو إن الجميع في أوماها التزموا بارتداء الكمامات في الأماكن العامة لكانت نسبة الحالات قد تناقصت حتماً. فكلما كنت بالقرب من شخص غير الذين يسكنون معك في المنزل، قم بارتداء الكمامة. أما على المستوى الوطني، فقد أشارت الإحصائيات إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص قد ظهرت فحوصاتهم إيجابية، أي أنهم أصيبوا بالكوفيد 19. ولحد هذا اليوم قد توفي 155,165 شخص في الولايات المتحدة بسبب الكوفيد 19، وإن 30 ولاية تشهد زيادة بأعداد المصابين بالمرض في الوقت الحالي. ولكن الأخبار الجيدة هو إن هناك العديد من اللقاحات أو التطعيمات التي باتت قريبة جدا من أن تكون جاهزة ومتوفرة للجميع. ويعتقد الخبراء المختصين بأن اللقاح سيكون جاهزا بنهاية هذا العام أو بداية العام القادم.
على الرغم من أن هذه الفترة التي نعيشها من التاريخ تبدو مخيفة ومقلقة جدا، إلى أن علينا أن نتذكر بأن هذه الجائحة لن تستمر إلى الأبد وإننا سنتجاوزها. كل ما علينا هو أن نكون أذكياء من خلال الحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين، وأن نبقى متعاونين مع بعضنا البعض. هذه الجائحة ستنتهي حتما وسنعود كلنا إلى حياتنا الطبيعية، فلا تفقدوا الأمل وأبقوا متفائلين، إننا سنتجاوز هذه الأزمة سوية. والآن سنجيب على الأسئلة التي تلقيناها. السؤال الأول: أنا لم أخذ أطفالي إلى الطبيب لإجراء التطعيمات الاعتيادية لحد الآن، لأني كنت أعتقد أن بإمكاننا الذهاب إلى الطبيب فقط في حالة الإصابة بالكوفيد-19. هل لا زال علي أن أخذهم لتلقي التطعيمات أو التلقيح بالأوبر قبل بداية المدرسة؟ نعم، من المهم جدا أن يكون أطفالكم قد تلقوا كافة التطعيمات وفي أوقاتها المحددة. هذا وقد طلبت إدارة دائرة الصحة بمقاطعة دوغلاس كاونتي من منظمة ريستورينج ديجنيتي أن تذكر الأهالي بأنه رغم وجود الوباء إلا أنه من المهم جدا أن يتلقى الأطفال اللقاحات ضد الفيروسات الأخرى التي قد تكون موجودة وفي مواعيدها المحددة. يرجى الاتصال بطبيبكم أو المركز الصحي الذي تراجعونه لتحديد موعد لتطعيم الأطفال. السؤال الثاني: لقد شاهدت فيلم فيديو على الإنترنت مفاده بأن هناك علاج لمرض الكوفيد-19 وأنه ليس من الضروري أن أرتدي الكمامة من الآن فصاعدا، هل هذا صحيح؟ كلا، هذا غير صحيح. لا يوجد علاج للكوفيد-19 في الوقت الحالي، لكن الأطباء والعلماء قد توصلوا إلى عدة أدوية يمكنها المساعدة بعض الشيء بتقليل عدد الوفيات في الحالات المتقدمة من المرض مقارنة بالذين كانوا يتوفون في بداية الجائحة. ومع ذلك فإنه لا يوجد أي دواء أو فيتامين يمكنه أن يعالج الكوفيد-19 بشكل قاطع 100%. سيكون رائعا لو توفر هكذا علاج، ولكن للأسف لا يوجد لحد الآن. وهنا نذكركم بأنه يمكن لأي شخص أن يسجل فيديو وينشره على الإنترنت، ولكن لا يشترط أن يكون مضمونه صحيحا أو دقيقا. فإذا ما شاهدتم شيء من هذا القبيل على الإنترنت فيجب أن لا تصدقوه بدون التحقق من مصدره وصحته، فقد تكون المعلومات خاطئة وغير دقيقة. وحتى إذا سمعتم شيء على الإنترنت ونشر من قبل أشخاص مشهورين فيمكن أيضا أن لا يكون صحيح بالضرورة. وإن سمعتم شيء يبدو أنه غير معقول كأنه من نسج الخيال فإنه قد يكون كذلك على الأغلب، أي أن المعلومات غير صحيحة إن لم تكن مؤكدة من مصدر موثوق. استمعوا إلى ما يصدر رسمياً عن دائرة الصحة المحلية أو ما يصدر من المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض CDC لمعرفة الأخبار الموثوقة والمحدثة دوماً بالمستجدات. السؤال الثالث: لقد أصبحت مواطناً أمريكياً مؤخراً وأنا متحمس للتصويت في الانتخابات، ولكنني قلق من العدوى والإصابة من مرض الكوفيد-19 إذا ما ذهبت شخصياً إلى مراكز الاقتراع والتصويت. هل هنالك طريقة أخرى يمكنني التصويت من خلالها؟ نعم، يمكنك التصويت بواسطة البريد. إذا كنت مواطن أمريكي وقد قمت بالتسجيل على الانتخاب فإنك ستستلم بالبريد بطاقة طلب التصويت بواسطة البريد في هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم. هذا وكان مركز دعم اللاجئين Refugee Empowerment Center قد أصدر بعض النصائح المفيدة والمتعلقة بالتصويت بواسطة البريد فيما يلي نصها:
إن التصويت بواسطة البريد هو الطريقة الآمنة للتأكد من أن استمارة الانتخاب الخاصة بك سيتم إيصالها وإدخالها في حساب الأصوات الخاصة بالانتخابات القادمة في 23 أي نوفمبر المقبل. وأدناه 3 يمكن للتصويت من خلالها بواسطة البريد أن يكون مفيدا لك. أولا، التصويت من البيت. خلال فترة تفشي جائحة الكوفيد-19 سيعطيك راحة البال عن صحتك وسلامتك. ثانيا، التصويت من البيت سيوفر لك فرصة أفضل للدراسة ومعرفة المرشحين المحليين الذين سيمثلونك بشكل أفضل. ثالثا، التصويت من البيت سيوفر لك فرصة الحصول على الترجمة من اللغة الإنجليزية إن كنت بحاجة لذلك. لطلب قائمة التصويت بواسطة البريد يمكنك طلبها من الرابط في الموقع التالي www.vote.org/absente/ballot. سوف نضع هذا الرابط على الفيديو مباشرة. احرص على طلب هذه الاستمارة قبل 23 أي أكتوبر في ولاية نبراسكا، والرابع 24 أي أكتوبر في ولاية أيوا. شكرا على مشاهدة فيديو التحديث، وتذكروا بأننا نبث فيديو جديد كل أسبوعين، فتابعوا صفحتنا واستمروا بالتواصل، وشكراً.